warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tuan Uda Mihani dan Mama Bakari, kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Mari sama-sama kita dengarkan penerangan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Saya daripada kru TV Al-Hikmah Al-Madrasah As-Sanawiyah Adiniyah Maraj ingin mengajukan satu soalan. Ma ra'ika 'ala at-tanfiz al-manhaj ad-dini al-mutakamil hatta al-yawm ya sayyidi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Syukran li al-ukht Nur Basirah على هذا السؤال. بالنسبة للسؤال الذي وجه إلي عن المنهج الديني المتكامل الذي تم تطبيقه منذ 9 سنين تقريبا منذ عام 2015. نعم، الحمد لله نرى فيه خير ويمشي كما هو المطلوب، لأن التدريس الذي يقوم به المعلمون باللغة العربية مهما كانت لم تبلغ 100% من الدرجة، ولكن هذه السنوات هناك محاولات مكثفة من قبل المعلمين والمعلمات وكذلك التلاميذ، هم يستخدمون اللغة العربية في الفصل مع المدرسين أثناء التدريس وكذلك خارج الفصل. مثلا هناك برنامج تحبيب اللغة، هم يتكلمون باللغة العربية على قدر استطاعتهم، وكذلك الاتصالات فيما بين المعلمين وبعض التلاميذ داخل الفصل وخارج الفصل أيضا، هم يحاولون التطبيق في الكلام باللغة العربية. فهذا نرجو من جميع التلاميذ أن يكثفوا جهودهم في تطبيق اللغة العربية حتى يكونوا ماهرين وقادرين بالتكلم باللغة العربية بعد التخرج من هذه المدارس، وهي المدارس الدينية العربية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم على ذلك. وأخيرا نرجو من هؤلاء التلاميذ أن يكونوا متفوقين في الشهادات الأكاديمية والعلمية، وكذلك هؤلاء يكونوا قادرين وماهرين بالتحدث باللغة العربية من خلال تطبيق البرنامج أو تطبيق المنهج الديني المتكامل. جزاك الله على رأيك. حتى نتقل مرة أخرى، مع السلامة وإلى اللقاء. عفوا، إن شاء الله، في رعاية الله وأمنه، سيروا على بركة الله. Episod kita pada hari ini. Semoga semua warga Sekolah Menengah Agama Marang mengambil motivasi yang telah diberikan tadi. Saya Tuan Rudami Hanim, Tuan Muhammad Bakari, kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. TV Al-Hikmah, saluran penjana transformasi anda. Pada siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye-bye.